استاذ سمير صبري بالمناسبه هو تركيبه ما بين الممثل المغني الاستعراضي مقدم البرامج التلفزيونيه والاذاعيه، بيعمل كل حاجه. لكن انا اظن انه الاهم دايما كان سمير صبري البني ادم، الله يرحمه، البني ادم، مش بس سمير صبري الفنان، لانه سمير صبري البني ادم الكل اجتمع على دماثة الخلق وعلى الجدعنة، انه طول الوقت انسان، طول الوقت يسأل على الكل، وانه يصحى الصبح يجيب اجندة التليفون ويقعد يطمن على الاصدقاء والزملاء، واذا عرف ان في حد تعبان لازم يطمن ويزور، ولو في حد عنده مشكلة يساهم في الحل بتاعها وما الى ذلك. وبالتالي انا بظن دايما انه سمير صبري بحالته المتفردة جوه العمل الفني او جوه المسيرة الفنية المصرية لو صح التعبير شيء ومش قليل، لكن إنسانية وتركيبة الإنسانية بتاعت سمير صبري كانت أكبر بكتير بصراحة. وأنا أظن إن ده أكتر حاجة لازم فعلا نركز عليها، إزاي الراجل ده تحس إنه نقابة ماشية على رجلين، ده في إطار إحساسه بالمسؤولية تجاه زملائه في الوسط الفني، نقابة تمثيل، نقابة مهن فنية وسينمائية ماشية على رجلين، وفي نفس الوقت هو كتلة إنسانية الحقيقة. وزي ما شرحت لحضراتكم يمكن مرة قبل كده في حياته، وإنه أنا قابلته أكتر من مرة في محطة الراديو اللي بشتغل فيها، ولقيت شخص غاية في النشاط، غاية في النشاط، نشيط إلى أبعد الحدود، طول ما فيه نفس قاعد عمال بيشتغل. وقعد حكالي كان يصحى من الساعة كام، يعني يصحى من الفجر ويقعد يشتغل ويقرأ ومش وبعدين يتغدى الساعة 12. وحكالي انه كان يقعد يعني هو بيفطر الصبح سلطة بزيت الزيتون وحاجات زي كده، وياكل الظهر قدر الامكان اكل صحي معمول مما يعني يخرج من البحر، سي فود بتعبير اليومين الجداد دول، وبعدين ينام تقريبا الساعة 9 بالليل عشان هيصحى تاني الفجر، وهكذا. حياته كده، عمل، قراية، سؤال على الأصدقاء والزملاء طول الوقت. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. احنا عايزين نستأذنكم ان احنا هنعرض لكم آخر يمكن لقاء تلفزيوني عمله الأستاذ سمير صبري في العيد 60 للتلفزيون المصري، وهو واحد من بنات هذا المبنى العظيم والعريق. تعالوا نشوف هذا اللقاء ونرجع نكمل كلامنا. أنا بحلم وبصدق أحلامي ولا عمري. أصدقائي في النادي الدولي، مساء الخير. السلام عليكم، مساء الخير. بص وش صلاح عبد الله هتلاقيه باسم على طول وضحك على طول. أوصل للسماء مش عايزة كلام، مش عايزة كلام، مش عايزة كلام. مع بداية إنشاء التلفزيون لما جه الدكتور حاتم فكر إنه يعمله قبل الستينات، وهجم هجوم شديد جدا في مجلس النواب في ذاك الوقت، أنت هتبوظ الناس ومش هتخلي المزارع يزرع. قال لهم هعلمه يزرع كويس إزاي، فعمل برامج زراعية. الناس هتنسى دينها ومش هيقبل، عمل لهم نور على نور بأحمد فراج والشيخ الشعراوي. التعليم عمل لهم برامج تعليمية. لا، دور التلفزيون المصري لمصر وللمنطقة العربية دور أكيد فعال، ما كانش إعلان مهم، كان إعلام. ميم هو المهم. أنا عندي الفاترينة، أنا اللي بقى تعالى عرض عندي، ادفع اللي أنا عايزه. هو ده كان التلفزيون المصري، هو القوة الناعمة الضاربة في المنطقة العربية. كانت أحلى فترات، فيها جودة، فيها ريادة، فيها قوة ناعمة ضاربة، فيها محافظة على اللهجة المصرية المحببة في جميع أنحاء العالم، فيها ليالي أضواء المدينة الإذاعية اللي تصور تلفزيونياً
فيحضر جميع من يغني في العالم العربي لكي يشتهر من خلال قاعدة الفن العربي في مشبيرو. كانت أيام حلوة. أنا بقول له روحي فاكر أبو سمرة، فاكر الأيام الحلوة دي؟ طبعاً ما انساهاش لأن ده جزء من عمري. يعني في العيد الستيني هقول إيه؟ أعيد على روحي أنا وأقول 60 سنة صنعت تاريخ في الأمة المصرية والأمة العربية، صنعت تاريخ ونجوم، وصنعت 90% من شخصية سمير صوري الإعلامية. فده عيدي أنا، بقول له روحي كل سنة وانت طيب.